تقول السائلة: أنا امرأة نذرت أن أصوم شهرين، هل أصومها متواصلة أم متفرقة؟ هذا بحسب النية، إذا كانت قالت شهرين متتابعين أو نوت في قلبها تتابع فيلزمها ذلك، أما إذا كانت ما نوت التتابع ولا تلفظت فإنها تصوم 60 يوما، لأنها أيام الشهرين عادل 60 يوما ولو لم تكن متتابعة. نعم.